بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل استماع الأسئلة والإجابة عليها بحسب الاستطاعة إن شاء الله، ولكن يجب أن يكون السؤال محررا، يعني تكون صياغته واضحة، وأن يكون السؤال عن الأمور المهمة، الأمور التي تدعو إليها الحاجة. وأما الأسئلة التي فائدتها قليلة أو لا تدعو إليها الحاجة، أو الأسئلة المتكلفة، هذه ينبغي ألا ترد وألا يرد عليها، لأنها تضيع الوقت وقد لا يكون فيها فائدة أو فائدتها قليلة. هذا ما أحببت التنبيه عليه، والله الموفق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ورد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرع بين نسائه في السفر، سؤالي عن الكيفية، وهل إذا وقعت القرعة دائما على واحدة يجوز للرجل أن يأخذها معه ويترك الأخريات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استعمال القرعة إنما يكون في الأمور التي لا يتوصل إلى معرفتها إلا بواسطة القرعة. أما الأمور الواضحة والأمور التي ليس لها أهمية، هذه لا تستعمل فيها القرعة. القرعة إنما تستعمل في الأمور المشتبهة التي لا يعرف وجه الصواب فيها، إذا حصل مشاحة ومزاحمة للمستحقين، حصل للمستحقين مزاحمة ومشاحة، حينئذ لا سبيل إلى تمييز من له الحق إلا بالقرعة. وتسمى في القرآن الإسهام، الإسهام كما قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، يعني يونس عليه السلام لما أشرفت السفينة على الغرق وكانت لا تنجو إلا بإلقاء من حصل منه ذنب ولا يدرون من هو هذا الذي عليه هذا الذنب الذي خشي على أهل السفينة من الغرق بسببه، فألقوا القرعة ووقعت على نبي الله يونس عليه السلام، فألقوه في البحر في قصته المعروفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكذلك في قصة مريم لما تنازع بنو إسرائيل، مات أبوها وهي صغيرة، وكان أبوها هو شيخ بني إسرائيل في وقته وعالمهم، فكل منهم يريد أن يحضن هذه الطفلة، يتشرف بحضانتها أي بتربيتها، فتنازعوا فيها: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. استعملوا القرعة
خرجت لزكريا عليه الصلاة والسلام فكفلها زكريا أو كفلها زكريا على قراءة، خرجت له القرعة فصار هو المقدم في الاستحقاق. هذا من ناحية القرآن وذكره للقرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل القرعة أيضا، وذلك إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه، فأيهما خرجت له القرعة سافر بها، وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يحب بعض نسائه أكثر من بعض، لكن حبه لبعضهن كعائشة رضي الله عنها لا يحمله على أن يختصها من بين النساء بين نسائه، فكان يقرع، فإذا خرجت القرعة على إحداهن سافر بها. وكذلك ذكر الفقهاء أن القرعة تستعمل أيضا في الطلاق، لو كان له عدد من النساء من الزوجات 4 أو 3 أو 2 فطلق إحداهن ولم يبين اسمها، طلق إحداهن ولم يبين اسمها ولا يدري، نسي من هي، نسي أيهن، أو مات ولم يبين، فاستعمل القرعة. فمن وقعت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. فالقرعة إذن حل شرعي، وأيضا فيه عدالة بين المتشاحين والمستحقين، ولا يغضب أحد. والقرعة هي أن تكتب أسماء المستحقين، تكتب على أوراق صغيرة، ثم توضع في كيس أو في شيء يخفيها، ثم يدخل يده ويخرج واحدة من هذه الأوراق، أما فمن خرج اسمه صار هو المستحق. ولو تكررت القرعة كل مرة، يعني تكرر خروجها لواحد معين، فإنه يكون لها لحقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: تكلمتم في الدرس السابق عن الكتابة في الدرس، ونحن نكتب معكم لسببين: أولا أن هذه الكتابة خاصة، ثانيا أنها لتقييد هذا السماع خوفا من النسيان. والسؤال: هل أذنتم لنا أحسن الله إليكم بالكتابة على ذلك؟ والله ما أستطيع أن آذن في هذا، لأن الكتابة هذه تبقى وقد تقرأ، يقرأها غير الذي كتبها، فينسب هذا الرأي إلي، وهو إنما هو من فهم الذي كتب، فلا يعني أسمح بالكتابة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الكتابة تشغلك عن الاستماع وفهم الكلام، عليك أنك تستمع. وكما ذكرت لكم، الذي يريد الاحتفاظ بالكلام استعمل المسجل، سجل اليوم فيه حل، لأنه يكون بالصوت، صوت المتكلم لا بخط الكاتب الذي ربما يفهم غير ما يقوله المتكلم. وكم حصل من نسبة أشياء إلى بعض الناس وهي ليست من كلامهم بسبب هذا الخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لدي مجموعة من الأولاد وأعاني منهم عند صلاة الفجر، وأحيانا تقام الصلاة وهم في دورة المياه وأذهب لإدراك الجماعة، فما هو الأفضل في حقي تجاهه؟ يجب عليك مواصلة أمرهم بالصلاة والصبر على هذا. وما ذكرته من أنه قد تقام الصلاة وأنت تتابعهم، هذا حله سهل، إنك تبكر في إيقاظهم، يعني تبكر بنصف ساعة بأكثر أقل قدر ما إنهم يقومون ويتوضون ويدركون الصلاة أنت وياه، قدم إيقاظهم ولا تؤخر حتى يضيق الوقت. نعم، لكن لابد من المواصلة والصبر عليهم. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أزم من الصبر. نعم، والله يعين الجميع. ما في شك أن الأولاد إنهم أمانة وحمل ومسؤولية، يحتاجون إلى صبر. ولكن إذا صلحت النية وقام الإنسان بالواجب أعانه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: هل سجود التلاوة وسجود الشكر دعاء خاص أم أنه يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة؟ ليس لسجود الشكر دعاء خاص، وسجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، تجدد نعمة أو اندفاع نقمة عن الساجد أو عن عموم المسلمين، سواء كانت هذه النعمة خاصة بالشخص كان يرزق بولد أو يحصل على شيء ينتفع به، أو كانت هذه النعمة عامة للمسلمين كفتح بلاد من بلاد الكفر أو موت طاغية من الطغاة الذين يؤذون المسلمين، كما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما قتل مسيلمة الكذاب. إذا كانت النعمة عامة للمسلمين فإنه يستحب سجود الشكر. وما يقال في سجود الشكر هو ما يقال في سجود الصلاة سواء: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويكررها رب اغفر لي، ويدعو مثل سجود الصلاة سواء، لأنه لم يرد فيه دعاء خاص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ماذا يفعل الإمام إذا صلى بالناس الصلاة السرية كالظهر مثلا وجهر بالقراءة ناسيا؟ هل يتم الصلاة جهرا أم يتوقف؟ وما العمل في ذلك؟ لا، ما يستمر. إذا ذكر هو أو ذكر من المأمومين فإنه يسر القراءة ويكمل، يبني على قراءته التي جهر بها، يبني عليها ويسر ولا يستمر في الجهر. وكذلك بالعكس، لو صلى بالليل صلاة الجهرية وأسر فيها ثم ذكر أو ذكر فإنه يجهر فيما بقي ويبني على القراءة التي قرأها سرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: صلينا مع إمام على جنازة، ولكن هذا الإمام لم يأتي بالتكبيرة الرابعة، إنما سلم عقب التكبيرة الثالثة، وسلم عن يمينه، ولم ننبهه عليه إلا بعد أن رفعت الجنازة، وهذا نسيان من الإمام. والسؤال: ما حكم صلاتنا هذه؟ وهل علينا إعادة الصلاة كاملة أم نأتي بالتكبيرة الرابعة فقط؟ إذا ذكرتم قريبا بعد السلام مباشرة تأتون بالتكبيرة الرابعة وما بعدها وتسلمون، أما إذا لم تذكروا إلا بعد طول المدة فتعاد الصلاة على الجنازة من جديد، لأن الصلاة الأولى ما صحت لأنها ناقصة، فتعاد الصلاة عليها من جديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: امرأة توفي زوجها ولها أولاد صغار وليس لهم عائل، وكنت أجمع لهم من الزكاة في رمضان وهم خارج المملكة،
ويسكنون سكنى الأجار، وفي الآونة الأخيرة احتاجت إلى أن تمتلك شقة، وطلبت مني أن أجمع لها من المحسنين ولم أجد الذي يساعدها، هل إذا اقترضت لها دينا بواسطتي وفي رمضان آخذ من الزكاة التي لها وأسدد عنها هذا الذي اقترضته؟ لا، لا تعمل هذا العمل، بل إن حصلت على مبلغ يكفي من المحسنين من تبرعاتهم أو من زكواتهم إنك تدفع لها ما تبني به المسكن، وإن لم تحصل على شيء فإنك لا تقترض، لا تقترض ثم تقول أجمع من لها بسيها من الزكاة وأستوفي حقي منها، هذا ما هو مستحسن ولا لائق. وبناء المسكن ما هو ضروري، إذا وجدت الآجار الحمد لله يكفي، إذا ساعدتها على الآجار يكفي إلى أن ييسر الله في المستقبل أو يكبر أحد الأولاد ويكتسب ويبنون مسكن، الآجار يكفي مؤقتا الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول لقد ظهر في الآونة الأخيرة المغنيون الذين يتغنون بالقرآن وبآيات، فما حكم ذلك؟ هذا قرأتم ما حصل فيه من الضجة وما حصل فيه من، وسألتموني من كم ليلة وقلت لكم إن الذي يستهزي بالقرآن ليكون كافرا مرتدا، ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الذي يستهزي بالقرآن يرتد عن دين الإسلام، ومن الاستهزاء به جعله في الغناء والموسيقى مع الموسيقى، فهذا ردة عن دين الإسلام. ولكن هذا الرجل الذي قالوا عنه هو الآن تبرأ من هذا وأعلن توبته، الله أعلم، يعني حصل ضجة كما تعلمون في الصحف، والرجل أبدى ندامة وتوبة، وأحيانا ينكر ويقول أنا ما قلت شيء، وأحيانا يعلن التوبة، والله أعلم. المهم حصل ولله الحمد الإنكار، حصل الإنكار، والرجل إذا تاب تاب الله عليه. نعم، باب التوبة مفتوح، وحصل لله الحمد مصلحة عظيمة وهي ردع هؤلاء في المستقبل، لا أحد يقدم منهم على مثل هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذكرتم في كتابكم شرح العقيدة الواسطية قولكم والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر مثل فعل المفوضة، وأريد زيادة إيضاح لهذه العبارة. نعم. يقول ذكرتم في كتابكم شرح العقيدة الواسطية قولكم والتعطيل هو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر مثل فعل المفوضة، وأريد زيادة إيضاح. نعم، المفوضة نفوا المعنى الصحيح، نفوا المعنى الصحيح وقالوا هذه الألفاظ ليس لها معنى، يعني ليس لها معنى يعرف ويعلم، فتفوض إلى الله، فهم ما فوضوا إلا بعدما عطلوا، ما كل مفوض فهو معطل، هذا ضروري، إن كل مفوض فهو معطل، لأنه ما فوض إلى الله إلا بعد ما عطل المعنى المقصود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، امرأة صامت يوم عرفة ويوم عاشوراء بنية قضاء رمضان، هل يحسب لها قضاء رمضان أم يحسب لها أنها صامت عرفة وعاشوراء؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، إنما لكل امرئ ما نوى، ولا تخلط بين صوم رمضان وصوم يوم عاشوراء، لازم تميز صوم رمضان، لأنه ركن من أركان الإسلام، وأما صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة هذا سنة،
فلا بد أن تميز صيامها. فإذا كانت مترددة بين جعلها العاشورة أو عرفة أو جعلها لرمضان فهذا لا يصح ولا تبرأ ذمته. نعم. صلى الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: وتعيين النية لا بد أن تصوم هذا اليوم إما على أنه عرفة أو على أنه من رمضان، أما أن تخلط بين النيتين فهذا لا يجوز، تصومه على أنه يوم عرفة مثلا وتقضي اليوم الذي عليها من رمضان فيما بعد، أو تنوي أنه من رمضان وهذا أولى، لأن صوم رمضان فرض، صوم عاشورة أو صوم يوم عرفة سنة، تقدم الفرض على السنة. لا بد تحدد النية إما عن هذا وإما عن هذا، أما أن تجمع بين النيتين هذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم شراء السيارات أو غيرها من البنوك الربوية إذا كانت مالكة لها، أو يقول البنك اذهب للمعرض فإما أن نعطيك شيء أو نشتري السيارة لك؟ اذهب إلى المعرض، اذهب إلى المعرض فإما أن نعطيك شيئا وإما أن نشتريها لك، هذا باطل لا يجوز، لأنه بيع ما لا يملكون، وهذا صدر فيه فتوى أنه ما يجوز لأنه بيع ما لا يملكون. وأما إذا كانت السيارة عندهم في ملكهم وفي حوزتهم ولم يشتروها من مال الربا فيجوز شراؤها منهم، أما إذا كانت من مال الربا فإنه لا يجوز شراؤها لأنها حرام. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم هذه العبارة يا رب؟ يعني فيشترط في الشراء من البنك شرطان: الشرط الأول أن تكون السيارة في حوزته وفي ملكه، ما هو يحولونك على المعرض، والشرط الثاني أن لا تكون من مال الربا، فإن كانت من مال الربا أو فيها شيء من الربا فإنه لا يجوز شراؤها. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم هذه العبارة يا رب الأرباب؟ نعم، الرب يطلق ويراد به الله سبحانه وتعالى، الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ويطلق الرب على مالك الشيء كرب الدار ورب الأسرة، لكن إذا أطلق على غير الله فلا بد من تقييده، يعني يقال رب الدار رب الأسرة. وأما إطلاق الربوبية هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يقال للمخلوق الرب، ما يقال للمخلوق الرب، بل يقال رب كذا، مثل قول عبد المطلب: أنا رب هذه الإبل وللبيت رب يحميه. ومعنى رب الأرباب أي رب الملاك، الله جل وعلا هو مالك الملك ومالك جميع المخلوقات، وهو رب الأرباب يعني رب الملاك. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما الحكم في تعليق الصور من ذوات الأرواح وتكبيرها ووضعها على الجدر في المجالس والميادين، وهل من نصيحة لمن وقع منه ذلك؟ تكررت النصائح والفتاوى أن هذا حرام، لأن هذا هو فعل قوم نوح، هو فعل قوم نوح سواء بسواء، فإن قوم نوح صوروا صور الصالحين لما ماتوا بإيحاء من الشيطان، صوروها وعلقوها على الجدران ولم تعبد في أول الأمر، لأن الناس كانوا ينكرون عبادة غير الله، فيهم العلماء، فلما مات هذا الجيل وجاء جيل من بعدهم جاهل ومات العلماء، زين الشيطان لهم عبادة هذه الصور وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، فعبدوها من دون الله، فوقع الشرك في الأرض من حين ذلك التاريخ. ثم أرسل الله
رسوله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى دين أبيهم آدم وهو التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بيت عائشة ورأى فيه النمرقة معلقة على فتحة في الجدار للستر لكن فيها تصاوير أبى أن يدخل عليه الصلاة والسلام، وقال يا عائشة إن شر الخلق عند الله هؤلاء الذين يصورون، فأبى أن يدخل حتى هتك الستر يعني أزيل وقطع وجعل وسائد، فأبى أن يدخل المكان اللي فيه صور معلقة، مع أن عائشة لم تقصد الصور، لم تقصد هذه الصور، وإنما قصدت ستر هذه الكوة التي للجدار، لكن لما كان فيها تصاوير معلقة امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول البيت حتى أزيلت. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، فلا يجوز تعليق الصور على الجدران مهما كان أصحابها من العلماء أو من الملوك أو من العظماء أو من الرؤساء أو من سائر الناس، حتى صور أولادك وصورك أنت لا تعلقها، ما يجوز. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يجب إخلاء البيوت من هذه الصور لا سيما إذا كانت معلقة على الجدران أو كانت تماثيل، مثل ما بعض الناس يجعل على الطاولات صور تماثيل، صور كلاب، صور طيور، صور، هذا كله حرام ولا يجوز. ولا تدخل الملائكة البيت الذي فيه هذه الصور، ولا يقال هذه فنون أو هذه مناظر أو هذا حرمته الشريعة، لا يجوز هذا. المسلم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولا يمشي مع التقاليد أو مع عادات الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة قالت هذه سائلة قالت يوجد امرأة انقطعت عنها الدورة الشهرية يوجد امرأة انقطعت عنها الدورة الشهرية لمدة 4 أشهر حتى بلغت سن الإياس، ثم وصف لها الطبيب علاجا لمنعها شاشة العظام، ثم بعد ذلك لمنعها شاشة العظام، هشاشة العظام نعم، ثم وصف لها الطبيب علاجا لمنعها شاشة العظام، ثم بعد ذلك عادت عليها الدورة فكان الدم مثل لون الدورة ورائحته، ماذا تعمل يا فضيلة الشيخ؟ هل تصلي أم تتوقف؟ وهي الآن تصلي رغم نزول الدم عليها. نعم تصلي، وهذا الدم ليس حيضا ومعروف سببه هذا الدواء، هو نزيف، هذا نزيف وليس حيضا، وأيضا هو بعد 50 وليس بعد 50 حيض، فيجب عليها أنها تصلي تستنجي عند الصلاة وتضع شيئا على المخرج من القطن أو غيره، ثم تتوضأ وتصلي، وتفعل هذا عند كل صلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بالنسبة لطالب حفظ الفقه على مذهب الإمام أحمد هل يكفيه متن واحد أم أكثر من ذلك؟ ومتى يكون الانتقال لدراسة المذاهب الأخرى يعني الشافعي والمالكي والحنفي؟ تعلم الفقه ليس بالحفظ فقط، ليس بالحفظ فقط، تحفظ متن أو 10 متون أو 100 متن هذا لا يكفي، لابد من مدرس فقيه يشرح لك الكتاب وتحفظ الكتاب شيئا فشيئا ويشرح لك حتى تكمله، هذه طريقة تعلم الفقه وغيره من العلوم. وأما تحديد ما تحفظها ليس له حد، احفظ ما شئت من المتون، ولكن
لا تقتصر على الحفظ، لا بد أنك تحفظ وتقرأ على أحد المشايخ يشرح لك حتى تنهي الكتاب حفظا وفهما. أما مجرد الحفظ أو أنك أنت تفهم على نفسك وتظن أنك فهمت، هذا لا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. امرأة مريضة تشكو من الآلام في رجلها وترددت على الأطباء ولم تجد فائدة عند ذلك، ذهبت إلى طبيب شعبي ووصف لها الكي لأنه اشتبه بأنه عندها عرق النساء، ولكنها سمعت بحديث 70,000 الذين لا يكتوون، هل تكوي أم لا؟ ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الكي مباح، الكي مباح، ولا سيما عند الحاجة، وإذا لم يوجد علاج غيره لهذا المرض فتكتوي وتتوكل على الله، لأن هذا من فعل الأسباب، هذا من فعل الأسباب المباحة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هل يجوز للمرأة أن تلبس الكم القصير وهل لها لبس البنطلون أم أنه تشبه من الكفار؟ وهل نفس الحكم ينطبق على رباط العنق التي تسمى بالكرافتة؟ وإذا كان اللبس عن طريق التشبه، ماذا يكون تصرف المسلم إذا أجبر أو إذا أجبره صاحب العمل على لبس هذه الكرافتة؟ هذا سؤال عن شيئين، عن أو عن ثلاثة أشياء. عن لبس المرأة للكم القصير، هذا لا يجوز، المرأة كلها عورة، فتلبس الضافي من الثياب ولا تلبس الثوب القصير أو الكم القصير، بل تلبس ثوبا ضافيا عليها لأنها كلها عورة عند الرجال. والسؤال الثاني لبس البنطلون، لبس البنطلون لا يجوز للنساء لأنه لا يستر، بل إنه يفتن بالمرأة أكثر، لأنه يبين أحجام جسمها ومفاتن جسمها، فلا يجوز لها. وأيضا فيه تشبه بالكافرات، ما هم اللباس المسلمات، بنطلون ما هم اللباس المسلمات، لأن المسلمات مأمورات بالستر الضافي الساتر غير الضيق، هذا لباس المسلمات، أن يكون ضافيا على الجسم وأن يكون واسعا لا يكون ضيقا، وأن يكون ساترا للجسم ولا يكون شفافا كبعض الأقمشة الشفافة، وأن لا يكون فيه زينة عند الخروج، لا يكون فيه زينة عند الخروج، بل يكون ثوبا سادة ليس فيه زينة ولا ما يلفت النظر عندما تخرج من بيتها. هذا مواصفات لباس المرأة المسلمة، والبنطلون لا ينطبق عليه هذه المواصفات فلا تلبسه المسلم. والسؤال الثالث الكرافتة على ما يقولون، هذه تضاهي تعليق النصارى الصلب على أعناقها، هي مشابهة، لأن النصارى يعلقون الصليب على أعناقهم، فقلدهم بعض المسلمين وجعل هذه الكرافتة، هذا تشبه، وليست هذه من ملابس المسلمين، إنما هي سارية إلينا من مجتمع الكفار، وهم الأصل فيها أنها تعليق الصليب، فلا يلبس المسلم هذه الكرافتة. وإذا كان صاحب العمل يجبر عليها، الأعمال كثيرة والحمد لله، ينتقل إلى دائرة أخرى أو إلى عمل آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول في الصلاة السرية إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة خلف إمامه سواء كان ناسيا أو عامدا، هل يتحمل عنه الإمام عدم قراءته أم يجب أن يأتي بركعة أخرى؟ صحيح أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، لأن قراءة الإمام تكفي
عن قراءة المأموم، لا سيما في الصلاة الجهرية، فإن قراءة الإمام كافية. فإذا صلى ولم يقرأ الفاتحة تكفي قراءة الإمام ولا نقول له أعد الصلاة. أبو بكر رضي الله عنه جاء والرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع ودخل معه في الركوع، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة. ولو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لما صحت الركعة لأبي بكر رضي الله عنه. فالتشدد في هذا في غير محله. الحمد لله، من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالإمام تكفي قراءته عن المأموم، لكن الأحوط إن المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة من غير تشويش فإنه يقرأها خروجا من الخلاف، وأيضا هذا أكمل للصلاة. أما إذا لم يتمكن من قراءتها فإنها تكفي قراءة الإمام والحمد لله. وهذا من فوائد صلاة الجماعة، هذا من فوائد صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لها فوائد عظيمة، منها هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: صليت مع الإمام على جنازة ولكن لم آتي بالصلاة الإبراهيمية نسيانا مني، هل صلاتي صحيحة وماذا علي أن أفعله الآن؟ إن كنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة هذا يكفي، أما إذا لم تكن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الصلاة غير صحيحة، لأنك تركت ركنا من أركانها وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو صليت على النبي ولو بقولك اللهم صل على محمد هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز أن أصرف الريال السعودي بعملة أجنبية يستلمها أقاربي في بلدي وأنا موجود هنا بالسعودية بدون ورقة رسمية، إذا كان المبلغ المحول بموجب شيك يرسل ثم يصرف، مع العلم أن البنك يقتطع أجرته مقابل تحويله أي مقابل الشيك؟ الأحواط والخروج من الإشكال أنك تصرف النقود السعودية بالنقود التي تريدها في البلد التي تريد التحويل عليه، ثم تحول النقود المصروفة التي استبدلتها، النقود التي تريد أن ترسلها إلى أهلك ترسلها تحويلا بعد ما تصرفها، تحول الريالات السعودية إلى العملة التي تريد وتحول العملة التي تريد. هذا هو الأحوط، من فعل هذا فلا إشكال عليه أبدا. أما إنك تسلم ريالات سعودية ويسلم بدلها ريالات أو نقود عملة في البلد الآخر فهذه فيها إشكال كبير، لأن فيه عدم تقابض، والصرف يشترط له التقابض في المجلس، وهذا ما حصل فيه تقابض، سلمت الريالات السعودية ولم تستلم بدلها في المجلس، وإنما يسلم بدلها في بلاد غائب بلاد آخر، هذا إشكال كبير ويدخل في ربا النسيئة. ولكن بعض علماء العصر ومنهم المجمع الفقهي في مكة الرابطة قرروا أنه إذا كان الشيك مصدقا، إذا استلمت شيكا مصدقا بالعملة التي تريدها في البلد الآخر فهذا يقوم مقام النقود، الشيك المصدق يقوم مقام النقود. على هذه الفتوى لا بأس إذا كان الشيك مصدقا، أما إذا كان الشيك ما هو مصدق فهذا لا يجوز، أنك لم تقبض لا نقودا ولا ما يقوم مقام النقود وهو الشيك المصدق. نعم. البنوك ما يقبلون هذا؟ يقبلون، حنا ما نقبل بعد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إن بين الحكم الشرعي والناس كيف هو. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. رجل أخرج قرضا من البنك العقاري باسم والدته. نعم. رجل أخرج قرضا من البنك العقاري باسم والدته وبنى له به منزلا، والأم تسأل هل عليها شيء من هذا القرض أمام الله في حياتها أو بعد موتها إذا لم يسدد ابنها القرض، علما أنها لم تستفد من هذا القرض لا بقليل ولا كثير. هذا حيلة، هذا من باب الحيل، والحيل لا تجوز. إن البيت لك والقرض باسم والدك، الحكومة أعطتك القرض على أنه لك أنت، ما هو لوالدتك، فهذا احتيال لا يجوز، احتيال وكذب، ولا يجوز العمل هذا، وإن كان الناس واقعين فيه لكنه لا يجوز، لأنه كذب واحتيال. والمشروع إن إذا كان عندك أرض ولم يسبق أنك اقترضت أنك تقدم طلب القرض لعمارتها كما ينص عليه النظام. أما أن تكون أنت ما تستحق القرض لأنه ما ينطبق عليك النظام وتجعله باسم آخر ينطبق عليه النظام، هذا كذب واحتيال. والدين يكون على من التزم به، يكون على من التزم به أمام الحكومة وكتب عليه وكتب في ذمته، يكون عليه الدين وهو المسؤول عنه في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والسؤال هل يلزم في العمرة أن يكون آخر العهد بالبيت أم لا يلزم ذلك وهو خاص بالحج؟ صحيح أن هذا خاص بالحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب به الحجاج، كان الحجاج ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهو خاص بالحج. أما العمرة فالجمهور على أنه ليس لها وداع. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمر، والصحابة كانوا يعتمرون، ولم يرد أنه أمرهم بالوداع ولا أنه فعل الوداع للعمرة، هذا ما ورد. فالصحيح أن الوداع خاص للحج، وأما العمرة فلا وداع لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول مات زوج أختي وخلف ابنا وبنتين، وليس يوجد من أقربائه لا أب ولا أخ ولا عم. مات زوج أختي. نعم. وخلف ابنا وبنتين وليس يوجد من أقاربه لا أب ولا أخ ولا عم، وأنا ابن عمه وخال البنات. السؤال هل أتولى أنا عقد نكاحهن مع وجود أخ له من الأم فقط؟ هذا تراجع المحكمة فيه، تراجع المحكمة فيه، لأن إثبات الولاية على النكاح وغيره هذا لازم يكون بإشراف القاضي، تراجع المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول المرأة إذا عملت عملية اللولد فإن فترة حيضها تزيد، هل تعتبر عدة الحيض ما قبل العملية أم ما بعدها؟ إذا عملت لولب وزاد عليها الدم، زادت المدة، أيقال إن الحيض انتقل من العادة الأولى إلى عادة جديدة، الحيض يزيد وينقص فتنتقل إلى العادة الجديدة التي بعد تركيب اللولب وتكون هي حيضتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول ما حكم قيام بعض المؤسسات بتوفير رعاية طبية لموظفيها عن طريق تعاقد المؤسسة مع شركات التأمين لهذا الغرض، وإذا كان ذلك غير جائز شرعا ما هو تصرف الموظف حيال ذلك، خاصة وأن عقده مع المؤسسة يشتمل على توفير رعاية طبية له، وهل عليه من إثم في حالة استخدامه لهذا التأمين الطبي؟
التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه الطبي وغير الطبي، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، لأنه عقد على مجهول وغرر. والمسلم إذا احتاج إلى العلاج يعالج على حسابه، قليلا كان أو كثيرا يعالج على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب الشركة، والشركة ما تدفع شيء من عندها من أموال المشاركين، من أموال الناس، ظلم، هذا ظلم للناس. حتى تستغرق العملية أموالا طائلة وتؤخذ كلها من أموال المشتركين بغير حق، هذا لا يجوز. التأمين لا يجوز بجميع أنواعه، وعلى المسلم يتوكل على الله، وإذا احتاج إلى العلاج يعالج على حسابه، أو سيارته تعطلت أو أصاب حادث يصلحها هو على حسابه، ما هو على حساب الناس، على حساب المشاركين. التعميم كله باطل جميع أنواعه، وليس هو من عقود المسلمين، وإنما هو عقد وافد بما فيه من الغرر والجهالة والمقامرة والمخاطرة والآفات الكثيرة ألا يدخل الإنسان فيه. وإذا أجبر على الدخول فيه فإنه يدفع من أجل دفع الضرر عنه، ولكن لا يستعمله، لا يستعمله لأنه ظلم. فإذا احتاج إلى علاج أو احتاج إلى تصليح سيارة يعالج أو يصلح سيارته أو يعمر بيته على حسابه، وإنما يدفع التأمين لأنه أجبر عليه وحيل بينه وبين العمل إلا به، فيدفعه من باب دفع الضرر، لكنه لا يستفيد منه شيئا لأنه ظلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه إلى أن قال ثم صلى ركعتين، أيهما أفضل، أن تصلى هاتين الركعتين في المسجد أم في البيت؟ لحديث: وصلاة المرء في بيته أفضل إلا المقصوبة. والسؤال الآخر: خلنا مع الأول، الرجل يصلي في المسجد الفجر وغيره ما يصلي في بيته، والحديث إنما هو في الجلوس في المسجد، يصلي الفجر في المسجد ويجلس في مصلاه في المسجد إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، ولا يصلي المسلم في بيته الصلاة الفريضة. نعم، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: أحسن الله إليكم، في بقائه في المسجد عقب صلاة الصبح ومداومته على ذلك، هل هذه سنة دائما، حيث سمع من بعض الناس أن مداومته على ذلك من البدع؟ لا، هذا الكلام من البدع، الكلام هذا هو اللي من البدع. المداومة عليه عمل صالح، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المداومة عليه، فكل ما تمكن الإنسان من تنفيذ هذه السنة فإنه ينفذها، وهي زيادة خير. ولا يجوز لأحد أنه يحجر على الناس فعل الخير، وكل شيء بدعة وكل شيء بدعة، هذا لا يصلح أبدا. ما يجوز الكلام أن يقال هذا بدعة أو هذا سنة إلا بدليل. أما فهم الإنسان يبني عليه الحكم الشرعي على فهمه، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: نحن إخوان ثلاثة وعندنا عوائل ونسكن في دور واحد. نحن إيش؟ إخوان ثلاثة. نعم. وعندنا عوائل. عوائل؟ عوائل، نعم. ونسكن في دور واحد ومعنا الوالدة، وأحد إخواني لا يصلي في المسجد، وحاولت أن أخرج من المنزل وأسكن في بيت ثاني لكن الوالدة غير موافقة، هل إذا خرجت من عند إخواني أعتبر عاق لوالدتي؟ ما دام أخوك يصلي ما ترك الصلاة، إنما ترك الصلاة مع الجماعة، فهو يكون تاركا لواجب، لكنه يؤدي الصلاة يصلي، لكن تركه للجماعة هذا ترك لواجب عظيم ومعصية عظيمة، فعليك بمناصحته ولا تخرج من البيت، لا سيما إذا كانت أمك
تريدك أن تبقى في البيت فرضاؤها مطلوب مع مناصحة هذا الأخ أن يصلي في المسجد والمداومة على مناصحته لعل الله أن يهديه. لكن ما دام أنه يصلي ولا ترك الصلاة فإنه يشاكل في البيت، تجوز مشاكلته والاجتماع معه لكن مع الإنكار عليه. أما لو كان لا يصلي أصلا هذا يعتبر كافرا ولا يجوز بقاؤه في البيت لمن يقدر على إخراجه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل ورد حديث أن الشمس تسير؟ تسير؟ نعم. هل الآية القرآنية والشمس تجري؟ إيش معنى تجري؟ معنى تسير. كل في فلك يسبحون. يسبحون، الفلك هو الذي تسير فيه الكواكب. الفلك هو الذي تسير فيه الكواكب، الكواكب تسير في أفلاك. الشمس لا شك أنها تسير وأنها تجري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، إذا جامع الرجل أهله أو احتلم هل يغتسل؟ نعم. قبل أن يقول. نعم. يقول إذا جامع الرجل أهله أو احتلم هل يغتسل قبل أن يبول أم لا يصح الغسل إلا بعد البول؟ فإننا سمعنا أن الجنابة لا ترتفع إذا لم يبل الإنسان قبل اغتساله. هذا من الجهل الفظيع والقول على الله بلا علم. الإنسان يستنجي ويغسل الفرج وما لوثه ويتوضأ، إن كان فيه بول يبول، أما إن كان ما فيه بول يكفي أنه يستنجي ويغسل المحل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما أنه لازم يقول هذا ما يقوله إلا جاهل، وليته جاهل بل جاهل مركب بعد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما الراجح في مسألة زكاة الحلي، يعني حلي النساء؟ نعم، الراجح أنه لا زكاة فيه ما دام أنه معد لللبس، أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا. ومن أراد أن يزكيه من باب الاحتياط هذا شيء طيب، باب الاحتياط الزكاة كلها خير، إذا كان عنده قدرة يزكيه هذا أحوط ما في شك، والزكاة خير. أما الإلزام نحن لا نلزم أصحاب الحلي الذي لللبس، ما نلزمهم بالزكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، أو يصبح مثل الثياب التي لللبس ومثل السيارات التي لللبس والدواب التي للركوب والحمل والبيوت التي للسكن، كل ما يعد للاستعمال والاستهلاك إنه لا زكاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول الذهب الأبيض هل يجوز للرجل أن يلبسه أو هو داخل في عموم النهي؟ ما هو بذهب، هذا معدن آخر الناس سموه ذهب وما هو بذهب، فلا يدخل في حكم الذهب، هذا معدن لكنه معدن نفيس، فلنفاسته قالوا هذا ذهب وما هو ذهب ولا يأخذ أحكام الذهب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول ما توجيهكم صاحب الفضيلة إلى النساء اللاتي يركبن اللولب أو يؤخرن العادة أو يقدمنها أو يوقفنها بالحبوب وأنواع الإبر مما يسبب التباسا عليهن وعلى أهل العلم؟ إذا احتاجت المرأة إلى هذه الأمور تعملها، إذا احتاجت إليها واضطرت إليها لا بأس، لأنها من باب العلاج. أما إذا لم تحتج إليها فإنها تتجنبها لأنها تحدث لها ارتباكا في الدم والتباسا تشوش عليها عبادتها، فمع السعة لا تعمل هذه الأشياء، أما مع الاضطرار فلا بأس بعملها لأنها للحاجة وللعلاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول رجل مر على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات ولم يلبس ثياب الإحرام، رجل
رجل مر على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم من الميقات ولم يلبس ثياب الإحرام وأحرم من مكة، وقد قال له أحدهم إن عليه في ذلك فدية، وقال له آخر إنما عليه فديتان، فدية لعدم إحرامه من الميقات وفدية للباسه المخيط، وقال له ثالث عليك ثلاث فديات، وزاد الفدية الثالثة لأجل تغطية الرأس، فأي ذلك صحيح؟ نعم، هذا كله صحيح. إذا كان مر بالميقات وهو يريد الحج ولم يحرم، ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، ومر بملابسه وهو ناوي للإحرام، إذا نوى الإحرام بعدما تجاوز الميقات نوى الإحرام لكنه لم يخلع الملابس، لم يخلع الملابس، فعليه فدية ثانية للملابس، وعليه فدية أيضا لتغطية الرأس من حين ينوي الإحرام. أما ما دام ما بعد نوى الإحرام ليس عليه شيء إلا الفدية الأولى وهي تجاوزه الميقات بدون إحرام. فمروره على الميقات وهو يريد الحج ولم يحرم هذا تقرر عليه فدية، إلا إن رجع قبل الإحرام، إن رجع وأحرم من الميقات فليس عليه شيء. أما إن ذهب ومضى ولا أحرم إلا بعد ما تجاوز الميقات أو وصل إلى مكة، فمن حين نوى الإحرام يجب عليه خلع الملابس المخيطة ولبس الإزار والرداء، فإذا لم يخلعها وجب عليه فديتان، فدية عن المخيط الذي على البدن وفدية عن تغطية الرأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما جاء في حديث أخرجه أبو نعيم في صور الأنبياء وأنها كانت عند راهب وأراها قريشا، كيف نخرجها مع تحريم الصور على فرض صحتها؟ هذا خاص، هذا من باب الخاص، شيء خاص هذا، وهذا عند راهب ما هو عند المسلمين، هذا عند راهب عند نصراني ما هو عند المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما الفرق بين قول القائل توكلت على الله ثم عليك وقوله اعتمدت على الله ثم عليك؟ الفرق أن التوكل جاء لفظه مأمورا به في القرآن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا يجوز إطلاقه على غير الله. أما الاعتماد هذا ما جاء في القرآن، ما جاء حصره على الله كما حصر التوكل، ففيه فرق واضح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما موقف الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنهم من التماثيل والنصب الموجودة في مصر إلى الآن؟ هذه أول ما كانت تعبد، إنما هي آثار فقط، مقابر فرعونية ما هي أصنام، هذه مقابر الفراعنة بنوها على قبورهم، فهذه من باب البناء على القبور، لكنها ما كانت تعبد. وأيضا هذه يقولون صعب نقلها، والصعب والصحابة ما عندهم إمكانيات تهدم أبا الهول جبل، ما عندهم إمكانيات. وأيضا فيه من يقول إنها كانت في عهد الصحابة مقمورة ومغطاة بالرمال ولم تكن واضحة. نعم. وتحطيم التماثيل واضح من كتاب الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام حطم التماثيل، والرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدم الأصنام التي في الكعبة والتي خارج مكة، هدم الأصنام هذا أمر واجب على المسلمين إذا تمكنوا من ذلك. وأيضا له الكلام قاصر على التماثيل، أيضا البناء على القبور، الأضرحة التي تعبد من دون الله الآن يبدأ بها وتهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فلا يقتصر على هدم التماثيل بل تهدم التماثيل، والقبور أيضا تزال المباني التي عليها والسرج والكتابات، وتجعل قبورا عادية لا تلفت الأنظار. أما أنها تهدم التماثيل والأضرحة باقية هذا نقص ولا يفي بالغرض،
لا يفي بالغرض المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم الإصبع الزائد في اليد أو السن الزائد، هل يزال أم يبقى كما هو؟ لا بس يزال، لأن هذا من باب العلاج، سيما إذا كان يتأذى بهذا الزائد من السن أو الأصبع، فإزالته من باب العلاج لا بأس بذلك، لكن لا يتولى إزالته إلا أهل الاختصاص أهل الطب، لئلا يحصل شيء من الضرر أو من انتشار سراية الجراحة فيحصل ضرر أكبر، لازم يتولاه أهل الاختصاص من الأطباء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: في سجود التلاوة هل يصح السجود بدون وضوء، وهل لا بد من استقبال القبلة، وهل يسجد على حالته أم لا بد أن يقف ثم يهوي ساجدا؟ لا شك أن السجود على طهارة ومستقبل القبلة إن هذا أكمل وأحسن وأتم، أما إذا لم يكن على طهارة فبعض العلماء يرى أنه يسجد كشيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن الشيخ يفهم من كلامه أن السجود التلاوة واجب على المتوضي ومستحب لغير المتوضي، واستقبال القبلة هذا يجوز في النافلة إذا احتاج إلى ذلك، كأن يكون يقرأ وهو يسير على السيارة أو على الدابة ويقرأ ومر بسجدة يسجد ولو كان إلى غير القبلة، مثل ما أنه يصلي بالليل وهو يسير في الطريق إلى حيث توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا دخلت المسجد وقت الغروب مثلا قبل أذان المغرب بعشر دقائق، هل يجوز أن أؤدي تحية المسجد أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن تؤدى تحية المسجد في أي وقت لأنها من ذوات الأسباب، فإذا وجد سببها فإنها تشرع مثل ركعتي الطواف، مثل ما طاف فإنه يصلي الركعتين، ومثل صلاة الكسوف فإنه متى وجد الكسوف يصلي في أي وقت، هذا رأي بعض العلماء. والرأي الآخر يقول لا، الوقت النهي لا يصلى فيه نوافل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والنهي يعم تحية المسجد وغيره، فبعض العلماء قدم عموم النهي وبعضهم قدم عموم الأمر، وهذا يسمونه تعارض العمومين، والمسألة لا تزال متعادلة في الخلاف، فمن صلى فلا ينكر عليه ومن لم يصلي فلا ينكر عليه، لأن مسألة اجتهادية ولم يترجح أحد القولين على الآخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: توفي أخ لي وله أولاد، وأكبر الأولاد هو الوكيل عن أبيه، ما يلزمه نحوهم، هل يعطيهم بالتساوي أم يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه من الكساء والنفقة؟ وأنا عمهم أريد أن أكفل واحدا منهم بكل ما يحتاجه من كساء ونفقة، هل يلزم أخوه الأكبر أن يعطيه ما يعطي إخوانه أم يكفي ما أعطيه أنا؟ النفقة على قدر الحاجة، ما في شك أن نفقة الكبير ليست مثل نفقة الطفل الصغير، فيعطي كل واحد على قدر حاجته، وهذا هو العدل في النفقة، ومن قام أحد بنفقته فإنه لا يعطى، لأن حصلت كفايته فلا يعطى زيادة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل تجوز الصلاة في معاطن الإبل، وهل أبوالها طاهرة في العلاج، وإذا استخدمت في العلاج هل يجب إزالتها عند الصلاة؟ أرواث الإبل وأبوالها طاهر، الروث الإبل طاهر والبول طاهر، ويجوز شربه للعلاج،
ولا يغسل ملابسه ولا يغسل فمه من بول الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل ما يصيب ثيابهم منها، دل على أنها طاهرة أبوالها وأرواثها. وأما الصلاة في معاطنها فإنها لا تصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، والنهي يقتضي عدم الصحة، لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل، ما هم من أجل فيها روث الإبل، روث الإبل طاهر، ولكن لمعنى آخر الله أعلم به لم يتبين، فنحن ننفذ النهي ولا نصلي في معاطن الإبل ولو لم تظهر لنا الحكمة في ذلك، مثل ما أمرنا بالوضوء من أكل لحوم الإبل فننفذ الأمر ولو لم يتبين لنا الحكمة في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم الطبق الخيري؟ ما حكم الطبق الخيري الذي تقوم به جمعية تحفيظ القرآن لقصد جمع التبرعات؟ هذا من العبث ومن تلاعب بالأموال، اللي يريد الخير يتصدق بدون طبق وبدون هذه الإجراءات الملتوية الصعبة، اللي يريد الخير الباب مفتوح يتصدق بما تيسر للمحتاجين بدون طبق خيري أو طبق شري أو ما أدري كيف، هذه كلها من اللعب والعبث. نعم. وإضاعة الوقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: ما حكم تقول السائلة: ما الحكم في نظر المرأة إلى الرجال الذين يلقون المحاضرات الإسلامية أو الفتاوى عبر التلفاز؟ إن كان نظرها نظر شهوة تنظر إليهم نظر شهوة هذا لا يجوز، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أما إذا كانت تنظر إليهم بدون شهوة من أجل أن تتلقى العلم أو من أجل أن تنتبه للكلام فلا بأس بذلك، إذا كان النظر من غير شهوة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: من لديه بطاقة لتبرعه بالأعضاء وقد توفي، هل يجوز أخذ أعضائه بناء على موافقته في حال حياته؟ لا، لا يجوز تقطيع الميت وأخذ أعضائه ولو أذن بذلك، لأنه ما له إذن بعد وفاته، ما له إذن في بدنه، ولا يجوز يقطع بدن الميت بعد وفاته، قطع أعضاؤه هذه مثلة، هذا من المثلة، وكسر عظم الميت كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا، لا يجوز هذا، لا يجوز قطع، كما أنه لا يجوز قطع أعضائه وهو حي، لا يجوز قطعه وهو ميت، لأن جثة المسلم لها حرمة، لا يجوز العبث فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل تزوج امرأة ثانية وأراد أن يطلق الأولى، فطلبت منه البقاء على أولادها الصغار مع التنازل عن حقوقها، هل لها ذلك؟ وهل عليه شيء في هجرانها وقد أصبح الآن أولادها كبار وهي تعيش عند ابنها في بيت زوجها؟ لا أبد، ما في شيء، إذا أسقطت حقها في مقابل أنه لا يطلقها هذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها لكبر سنها، طلبت منه أن تبقى على عصمته لتبقى من أمهات المؤمنين وتكون زوجة له في الجنة وأن تسامحه في حقها، ووهبت حقها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منها هذا وأبقاها ونقل حقها إلى عائشة كما وهبته لها، هذا شيء لا بأس به وفيه المصلحة ظاهرة ولا ضرر فيه. نعم. لأنها هي التي اختارت هذا وأسقطت حقها فلا بأس بذلك، ولها مصلحة في ذلك في بقائها مع أولادها وفي بيتها
وفي عصمة هذا الزوج يكون محرما لها، في مصالح هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم التغني بأذان الجمعة أو غيره من الأذان؟ الأولى أن الأذان ما يدخله تلحين ولا تقريب، لا بأس أن يحسن صوته به، هذا أحسن، يرفع صوته، هذا طيب، الصوت الحسن الصوت المرتفع هذا مطلوب في الأذان، من غير تلحين، من غير تلحين. وأما إذا لحن فهذا يكره، لأنه تحول إلى ما يشبه الأغاني فيكره هذا. والفقهاء يقولون يصح الأذان ولو ملحنا أو ملحونا، يصح، يعني يصح، ما هو إنه مستحسن، لكن لو أذن يجزي أذانه، يجزي أذانه ولو كان ملحنا أو ملحونا. الملحن هو اللي فيه تقريب، والملحون الذي يكون فيه نحو من ناحية، فيه لحن من ناحية اللغة، كرفع المنصوب أو خفض المرفوع أو غير ذلك، إلا إذا أحال المعنى، إذا أحال المعنى فإنه لا يصح. مثل ما لو قال: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام، يصير الكلام ما تم، يصير ما تم الكلام، ما جاء خبر إن، فإن هذا لا يصح لأنه ما تم الأذان. أما مجرد اللحن اللي لا يحيل المعنى هذا لا يضر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا رجل قد كان عاصيا ثم تاب، وكان قبل ذلك لا يصوم رمضان، لا يصوم رمضان، نعم، ويمر عليه أسبوعان أو ثلاثة ولا يصلي، ما الحكم عليه والحالة هذا؟ حكم عليه أنه كان في ذاك الوقت كافر، الذي لا يصلي متعمدا كافر، فإذا تاب دخل في الإسلام من جديد، فيحافظ على الصلاة والصيام بعد التوبة، وأما ما مضى فإنه لا يقضي لأنه كان على الكفر في ذاك الوقت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا كان أبي يرضى لأمي وأخواتي بالاختلاط مع غير محارمهن، ويرضى بعدم التستر المطلوب، ما موقفي من هذا إذا لم يجد النص معهم؟ ما تملك إلا النص، عليك بمواصلة النص والتحذير، لعل الله أن يهديه. أما إذا كان تستطيع أنك تمنع أخواتك، تمنعهن، إذا كان باستطاعة منعهن من الاختلاط فيجب عليك، إذا كان ما تقدر على منعهن فلا يسقط عنك الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من إنكار المنكر مع أخواتك وغيرهم، ويكون بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ يبدأ وقت صلاة الجمعة من بداية وقت الظهر على الصحيح، بداية وقت الظهر، هذا ما عليه الجمهور، وهو رواية عن أحمد، هو الذي تدل عليه الأدلة أنه ما يبدأ إلا إذا زالت الشمس. وفي رواية عن أحمد، وهي المذهب كما في متن الزاد، أن وقتها يدخل بارتفاع الشمس وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد، ولكن هذا قول مرجوح، والجمهور على خلافه، والأدلة تدل على القول الثاني أنه ما يكون إلا عند زوال الشمس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم مشاهدة في ألعاب الكرة حيث يلبس اللاعبون السراويل على أفخاذهم؟ ما مشاهدة الكرة ضياع للوقت، وماذا تستفيد منها؟ ضيع وقتك مشاهدة لعب، مش تستفيد منها، ولو كان أن اللي يلعبون ساترين عوراتهم، أما إذا كانوا ما يسترون عوراتهم ففيها محذوران: المحذور الأول النظر إلى العورات، والمحذور الثاني ضياع الوقت بدون فائدة، ولا ينبغي للمسلم أن يضيع وقته في هذه الترهات،
وهذه الأشياء التي لا فائدة فيها. وقد يرتبط قلبه بهذه الأشياء، في الأول يكون يشاهدها لا من باب بس حب الاستطلاع، لكن يفتن بها، لأن أنا أشوف الناس بعضهم انفتن بهذه اللعبة، فربما تأخذ قلبه ويتعلق بها قلبه فيعكف عندها ويترك الصلاة مع الجماعة أو يخرج الصلاة عن وقتها، لأن بعض المباريات يطول وقتها وقد يستغرق وقت الصلاة كله وقد يفوت عليه الجماعة. فالابتعاد عن هذه وصرف النظر عنها أولى للمسلم، وقت المسلم ثمين يستعمله فيما ينفعه في دينه وفي دنياه. أما هذه الكرة فلعبها ومشاهدتها كله لا فائدة فيه، وإذا ترتب عليه إخراج الصلاة عن وقتها إنها تحرم. نعم. أو فيها كشف عورات أو فيها طبول وأغاني، هي تحرم لهذه المنكرات التي فيها والصخب الذي فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم تخصيص الصف الأول في مصلى المدرسة لمرحلة دراسية معينة كالصف الأول أو الثاني؟ إذا كان هذا له مصلحة وله داعي لضبط